على عكس السردية الرسمية اللي بتقول إنه الدفاع عن حقوق المثليين هي قيم جايتنا من الغرب، تجريم المثلية بلبنان هي بالفعل القيم اللي اجتنا من الغرب. فالمادة 534 من قانون العقوبات اللي بتعاقب المجامعة خلافا للطبيعة وضع الفرنسيين بلبنان أيام الانتداب الفرنسي، وللأسف تم استخدام هذه المادة تاريخيا لملاحقة ومعاقبة المثليين بلبنان. ولكن ابتداء من 2009 بلشت تصدر قرارات قضائية اعتبرت إنه المثلية منا مخالفة للطبيعة، وعلى هذا الأساس رفضوا القضاة يعاقبوا المثليين وذهبوا أبعد من هيك ابتداء من 2017 و2018 على اعتبار أن المثلية هي ممارسة لحق طبيعي وعلى هذا الأساس ما لازم يتم تجريمها. من هون تكمن أهمية أنه نضمن رأنون لاستقلالية القضاة، لأنه القضاة عم يقدروا يجتهدوا بمكان المشرع عم بيكون غائب فيه وبمكان الإدارة كمان عم بتكون عم تصدر تعميم مخالفة للقانون مثل التعميم الأخير اللي صدر من وزير الداخلية لمنع تجمعات المثليين.